فإذا عالمنا الصباح اليوم يلي تقريبا بنودعكم في الساعة 12:30 رح نترافق هلا بآخر محطة مع الشيف طارق ورشة ملاح نيوكي وتوابعها، وبعرف إنه بلشتوا شوي تتابعوا وشفتوا إنه دخلنا عليها بعض الألوان، رح ننتقل لعنده مع مزيد من التفاصيل. مشاهدينا وصلت آخر الحلقة بعتقد. هلا مثل ما بيقولوا بدنا نبلش التطبيق. دايما بحب انا من بعد ما تخلص الحلقه هيك بس بعمل شيء حلو بالالوان لنختم على الوان مثل ما بيقولوا. بهالوقت هيدا عم قال لي المشرومز بدنا نعمل الصوص تبعول النيوكي سبيناتشي اللي هي اتقطعت وحطيتها شوي بالفريزر حتى نسلقها، وبدنا نجيب من البراد كمان نيوكي روسو اللي هو عملناه من الشمندر، عملنا الشمندر بيوريه وخلطناها مع بقية او 400 جرام من البطاطا. راح نطلعها ونبلش كمان شغل فيها. هولي صاروا خالصين هون. رح نجيب الكريم اول شيء قبل ما نفوت على التحضير. الكريم اكيد بنخليها بالبراد. وهلا اجى وقت نضيفها هون. اللي عملته بس هون عملت سوتيد مشرومز مع شوية زيت وشوية زبدة، لأنه مثل ما بتعرفوا كل شيء صوص كريم اللي بده يتقدم بالصحن أنا إذا كانه خلاصته كريم بحب اللي دايما بالزبدة لحتى يكون فيه تناغم بالطعمات. وهيدي رح تكون بارت من النيوكي غورغونزولا. وعندي هون بقلب الصحن في عندي بلو تشيز اللي هي فعستها وعملتها على شكل قالب، رح نحطها هلا هون. ما بدنا نكتر كثير منه بس نحن بدنا نطعمها، يعني في حوالي الملعقتين كبار من الغورغونزولا تشيز. وكمان بدي احضر شوية حبق طازة. دايما بحب قص الحبق قبل استعماله بثواني لحتى يعطينا الطعمة المتكاملة اللي هي موجودة فيه. اللون صراحة الأخضر رح يضله أخضر بس الطعمة هي اللي عم فتش عليها. كمان بيروح مع هالطبق هيدا اللي قلت لكم عنه أول حلقة اللي هو البيستو روسو أو البيستو معمول من الجوز والسندرايد توميتوز. رح نزيد ملعقة كبيرة تقريبا من هالمستحضر هيدا، وهلا بدنا نخليهم على نار كتير خفيفة. كمان رح نستعمل صوص طومات اللي رح نحط فيها النيوكي. طيب اول شغله رح احط بعد كريم، لانه هول رح نستعملهم، هاي الصوص رح نستعملها لشغلتين او ثلاث شغلات. اول شيء في عنا الصوص بومودورو اللي هي موجوده معنا، والجورجونزولا اللي هي مع المشروم والبلو تشيز، رح نخلطهم ببعضهم شوي ونخليها تعمل سيمرينج او تسخن على القليت من مهله لحتى نخلي كل هالمكونات اللي بقلبها يتناغموا يختلطوا مع بعضهم يتعرفوا على بعض. هلا حين الوقت انه احط لي شويه بهار عليها. البهار مولان دائما بيتفضل انه مثل ما شايفين هلا ينحط تقريبا باخر تحضيرات. اللي عندي هون الرافيولي
كون سبيناتشي اللي عملناها من عجينة الباستا اللي معمولة اللي عملناها مبارح وما صار معنا وقت نقدمها، هي اليوم موجودة هون قلبا وقالبا ومحشية بسموكت اك بلانت ميكستشر اللي هي الباذنجان المشوي اللي شويناه بالفرن، ما راح يكلها، مخلوطة مع أكيد الباستوروسو اللي هو الجوز والساندرايد توميتوز والبصل اللي مدبل تدبيل أو الكراميلايز أونين. بقى أنتوا بس يعني جربوا فكروا بالطعمات الموجودة بقلب هالخليط هيدا، وفعلا بيروح مع شي باستا لحتى يهديله من حدية الانجريدينس الموجودة فيه. أنا اخترت الأك بلانت، سميتها سموكت أك بلانت لأنه حطيت لها حوالي الملعقة الكبيرة للباذنجان الوحدة، حطيت لها باربيكيو صوص. الباربيكيو صوص اللي هو أكيد صوص المدخن وبيعطيكم هالطعم المدخن اللي بتروح مع الباستا اللي عم بعملها هلا، لهيك سميتها سموكت اك بلانت. بدنا نشوف النيوكي شو صار بقلبه. مثل ما قلت لكم كل شيء في طحين بنبلش فيه المفروض نخليه شوي يرتاح، وبعتقد ارتاحت الخلطة. شوف اللون شو حلو، سبحان الله، طبيعة دايما بتعطينا شغلات بتجنن. طيب رح جيب صينية صغيرة كمان ما عملت بأول وحدة، رح حط بقلبها شوية سيمولينا، رح حط بقلبها شوية طحين، نخلط المزيج مزبوط. اللي عم بعمله هلا بدنا نبلش نرق العجينة. هلا بالهيدي ما رح نعملها النيوكي اللي بيعملوها على الشوكة، رح نعملهم بس بشكل تقطيعات، لأنه فعلا العجينة البطاطا أو العجينة اللي معمولة مع البيت أو البيريل الشمندر ما بدي اياها تكون كتير، ما بدي يعني ما بدي تحط ايدي كتير فيها، بدي اياها تكون على الخفيف مثل ما عم تشوفوا عم بعمل هون. وهول بيسمون انوليني، الانوليني اللي هي معناتها الخاتم او الاصبع، مش الاصبع، خاتم الاصبع مش الخاتم، بتجي على شكل أصابع بهالشكل هيدا، وعم نحطها بالسيمولينا والطحين لحتى ما تلزق على بعضها. هلا هيدي كمان رح نرجع نريحها شوي بالفريزر، بنكون جبنا النيوكي اللي معمولة من السبانخ، في عندنا الرافيولي اللي معمولة من السبانخ. يعني أنا ما اعتقدت إنه رح تاخد حلقة الباستا هالقد وقت، بس تريحوا العجينه شوفوا كيف بتصير تشتغل، بيشتغل فيها الواحد بريحه. لازم ندوق. أنا رح طفي النار لأنه بعتقد بتجنن. رح نبلش ننظف هون هيك، رح نقدم صحوننا. معلش ما تغسوني، بدنا نشوف اذا كانوا الرافيولي تبعولنا فينا نبلش فيها ونحط اول شيء بصحن. اجمالا في كتير عالم بتحط الرافيولي بالصوص، انا اكيد مش رح احطها، مش انه ما بدي احطها بالصوص، بس بقى يعني عم نجرب نعمل قد ما فينا نكون خفيفين بالاكل اللي عم نسوي.
اوكي بادو تامور، بس هيدي من المفروض انه تحصل، بس ننظف بالاخص الباستا اللي فيها صفار البيض اللي حطيناها لحتى سكرنا الباستا مشان لا تبطل تفلت معنا بقلب المي المي المغليه. اكيد المي عم تغلي، رح نحط شويه ملح. هلا اجمالا الملح بحطوها بس لشغله وحده لحتى تطعموا الباستا، اوكي؟ اذا كانكم انتم مالحين الباستا او اي شيء مش بس النيوكي، اذا انتم مالحينه مش ما تحطوا ملح بالمي، بس هي حطت الملح بالمي هي عاده ايطاليه خلقت معهم باكلهم، فنحن نحترم رايهم لانه الاكل اكلهم ومنمشي مثل ما هن بدهم. اجمالا اذا كانوا عم تحطوا مي بالملح فيكم تخففوا مي باي خلطه عم تعملوها موجود فيها ملح او مش موجود فيها ملح، حسب اكيد الملح الايام في كثير عالم عم تجرب تتجنبه بفهم، فاللي بدهم ما ياكلوا مع ملح ما يحطوا ملح بالمي، بس يملحوا على القليل شويه لتبين طعمة الأكلة أو طعمة البطاطا بالأخص، لأنه البطاطا مثل ما بتعرفوا فيها كتير ستارش أو نشا. بعد في شقفة صغيرة معلش رح نعملها. بتذكرني بحدا عم بيخلص معاملات بصيروا بياخدوا الطبع وبيصيروا يختموا بالورق. anyway نحن خلصنا من هالنيوكي مع البيتروت او نيوكي روسو. مثل ما قلت لها لغادة انا شربت جيب اللون القميص اللي لبسته اليوم، بعتقد نجحنا. الطعمة هلا بدنا نشوف. اجمالا الصوص الجورجونزولا اللي عملتها بس فيها تروح مع تقريبا كل الايتمز هون، بس اكيد يجي عملنا صوص طومات لحتى اللي ما بيحب الجبنه او الكريم يكون في عنده شواء تاني. اجمالا النيوكي بس تنحط بالفريزر بتصير احسن لانه بتجمد اكثر، وبتصيروا تعرفوا انه ما راح تفرفت معكم بمية الغلي. اذا بدكم تسلقوا النيوكي دائما بينسلق، بس يبلش يفوش على وجه المي بيكون خلص. هلو غادة، نفس اللون، جبت اللون زيته، ثانك جاد جبت. هلا رح اقول هلا رح نشيله، ما شفت شيء، انا بدي اشوف. يلا تاكد انه نفس اللون. طيب. قبل ما نفرجيكي على اللون رح باخذ نصفية صغيرة وراح نحط كم صحن هون. أكيد كم صحن مش كتار. هلا فيك تحط صحن واحد. لا بس بدنا نعمل سبريد لحتى نعطي الصوص مع اللي أكيد. اللي برحلة رح أحط هيدي هون. طيب أول شيء رح نبلش بالرافيولي. مثل ما شايفين المي عم تغلي، رح نخلي النيوكي شوي. حطيت شيء مع بالمي زيت ملح كذا؟ لا بس ملح. بس ملح. رح نبلش بالرافيولي. رافيولي كون سبيناتشي وبقلبها في سموكت اك بلانت. هي اجمالا هي بتروح مع توميتو صوص. اذا بتلاحظوا المي دغري بتروق بتسقع، لهيك اللي عند المحلات التليانه ما بيحطوا طناجر اجمالا وبقلبوا مصافي، بيحطوا دائما مكنه باستا اللي هي على طول بتعمل بتخلي حراره المي كل الوقت على درجه الغليان كل الوقت لحتى ما تاخذ وقت. اول شيء ما تاخذ وقت، ثاني شيء ما تفرفت معهم بالسلق. اوكي السيمولينا اللي بيحطوها بالمي بيحطوها مشان حتى النيوكي ما كلها ما تلزق مع بعضها.
في سؤال طلب مني امبارح رجعت انتبهت له اليوم، كانت مدام كارلا عم بتجيب سيرة إذا بدهم يشيلوا اللحمة المسلوقة اللحمة المفرزة من الفريزر وما في معهم وقت يفكوا لها فريزر. اللي رح لكم هي نصيحة إنه ما تنحط هالشقفة اللحمة اللي بدكم تشيلوها لتسلقوها تحطوها دغري بالمي السخنة لأنه بتقسى فعلا، يعني مثل مثل حدا بيكون بالدفع جوا بيطلع على برا على البرد دغري بتشوي البردية، فلازم يعملوا ببلشوا بالمي المسقعة قد ما فيهم يسقعوا حتى يبلشوا يحطوا اللحمة بالمي ويرجعوا يغلوها خليها هي تاخذ الحرارة أو تتمدد هالممبرينز اللي طبعا كلها مكلفة من كتلة عضل اللحمة لحتى تتمدد على أو على قلية المهلة وما تطلع قاسية. بس هي حبيت معلومة قد ايه عنا 1 مينت؟ طيب 1 مينت time goes by when you're having fun ما هيك؟ طيب رح نبلش نحط الرافيولي. دايما اذا عم تسلقوا باستا خلوا دايما المي بقلب الطنجره ما تحطوها فوق. رح نحط شوي ملعقه هون. شو رح نحط للرافيولي؟ هيدي رح نحط لها رافيولي، رح نحط لها الصوص مع الجورجونزولا والمشروم. اوكي الجورجونزولا اللي هي الايطاليان بلو تشيز اجمالا، انا هيك بحب اقدمها، يعني الصوص تكون بقلب الصحن. اوكي النيوكي اللي على لون قميصتي وين صار؟ النيوكي على لون قميصتك رح يجيبه هلا. قبل شيء اول شيء ها ما شفت شيء، هذا النيوكي اللي هو على لون قميصتك عظيم، ورح نحطه كمان هلا بقلب اجمالا. فيكم تعملوا نيوكي دغري من بعد ما تصنعوه، فيكم دغري تسلقوه، وبعرف مطعمين ثلاثة بيعملوا هيك اللي هو الفريش باستا، أو إذا بدكم تخلوه لمناسبات تانية بتفرزوه كمان ما فيها مشكلة أبدا. بس أكيد الفريزي بس تفرزوا الشغلة بدها تاخد شوية وقت أكتر طبعا من ما إنه ما تاخد. رح كمان رح نجيب صحن يلا هون. شو عملنا بس هيك سلاية؟ بس سلاية كنت عم تسلى فعلا كانوا معي وقت تسلى يعني، بس ماشي. رح نحط شوية توميتو صوص بكعب الصحن. اوكي، نحن بهالوقت فينا نقول باي؟ اكيد بنقول لهم فينا نكفي نحن باخر ثانية من بعد، بس بنودع المشاهدين. ميرسي لك شيف طارق. ميرسي مشاهدينا الكرام، بشوفكم الاثنين والثلاثة الجاية. الله راد، أنا بدي أتمنى لكم بقية نهار كثير حلو، وبكرة عالم الصباح الساعة 10. Gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.